مشاهدينا من أجل المزيد من المتابعة في الشأن المصري انضموا إلينا مباشرة على الهاتف السيد علاء عبد العظيم المنسق العام لتحالف الأحزاب السياسية في مصر. سيد علاء أهلا بك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك. سيد علاء، لجنة الانتخابات الرئاسية كانت تعتزم عقد اجتماع اليوم مع مرشحي الرئاسة ثم قامت بإلغاء هذا الاجتماع، كيف تفسر ذلك من وجهة نظرك؟ طبعا اللجنة العليا للانتخابات تعرضت لإساءات بالغة في الأيام الماضية، وكان هناك عدة اعتصامات ووقفات احتجاجية من بعض المتنافسين على أو المتقدمين للانتخابات رئاسة الجمهورية واستبعاد بعضهم، فكان هناك قلاقل وعدم استقرار موجود أمام اللجنة العليا للانتخابات. أو معظم وأهم ما حدث في الملف المصري هذا اليوم، دعونا ننتقل لمتابعة موجز لأهم وآخر الأنباء ونعود. كان من المقرر أن يعقد اليوم مع المرشحين، وذلك بعد أن وافق مجلس الشعب على تعديل قانون اعتبرته اللجنة انتقاصا من صلاحيات كانت مقررة لها في إعلان دستوري. وكانت اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية قد قررت وبشكل مفاجئ وقف جميع أعمالها والإجراءات الخاصة بالاستعدادات للعملية الانتخابية المقررة في 23 و24 من مايو الجاري، وذلك بسبب التطاول عليها من قبل بعض القوى السياسية والبرلمان. إلى منبر العرب، أهلا بكم. 13 مرشحا وكرسي واحد في لعبة الكراسي الموسيقية، ينبغي أن يكون الأقوى والأذكى والأسرع هو الفائز، ولكن في سباق الرئاسة المصرية من في رأيكم المؤهل للفوز؟ وما هي تلك الصفات التي تؤهل للفوز؟ وماذا تعرفون عن شخصيات المرشحين لرئاسة الجمهورية في مصر؟ وهل الرئيس القادم لمصر يمكن أن نتوقعه من الآن أم أنه يمكن أن يكون مفاجأة؟ نعلم أنه بمرور الوقت تزداد لديكم ولدينا هذه التساؤلات، ولكن لا علينا سوى أن نقوم وإياكم بالبحث لها عن إجابات. شاركونا الرأي كالعادة، تواصلوا معنا عبر الأرقام الهاتفية التي ستظهر الآن على الشاشة تباعا على مدار الحلقة، ونبدأ معا في استقبال المشاركات على الهواء مباشرة بعد هذا الفاصل. مصر هو هاجس التزوير. البرلمان المصري يعتمد تعديلا لقانون انتخابات الرئاسة. أهلا بكم أعزائي المشاهدين. في الملف المصري وهو ملفنا الأول، تم اليوم تعديل لقانون الانتخابات، ولكن هاجس تزوير الانتخابات لم يسيطر على الشارع المصري فقط، بل وصل إلى البرلمان الذي سن تشريعاته لمنع حدوث أي تزوير، وقام بتعديل بعض أحكام قانون انتخابات الرئاسة رقم 174 لسنة 2005، منها منع الرئيس القادم من تعيين أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية في أي منصب سياسي أو برلماني، واعتبروا أن ذلك يضمن عدم تدخل القضاة في العمل السياسي. كما وافق البرلمان على تعديل في مشروع القانون يضمن عدم حدوث أي حالات تزوير في نتائج اللجان الفرعية. نتابع ونقرأ من صحيفة الاتحاد.
لجنة الانتخابات المصرية تجتمع اليوم مع مرشح الرئاسة. قررت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا، قررت دعوة المرشحين 13 في الانتخابات الرئاسية لاجتماع بمقرها مساء اليوم لإطلاعهم على الاستعدادات التي قامت بها في شأن العملية الانتخابية التي ستجرى يومي 23 والرابع والعشرين من مايو الجاري. النقطة الأولى بس أنا عايز أتكلم في مسألة يعني الدستور أو الإعلان الدستوري، ما يعملوش المجلس العسكري، يعملوا اللجنة التأسيسية بتاعة الدستور. دي نقطة. النقطة الثانية إن أهم حاجة قبل ما نتكلم عن مختلط وبرلماني، اللي هي المواد اللي هتكون في الدستور وصلاحيات كل حاجة. يعني في بعض الدول بيكون الحكومة أو رئيس الحكومة بيكون بالانتخاب من الشعب مباشرة. الدكتور أحمد شفيق، بما يتعلق بالقضاء على البلطجية خلال 24 ساعة منذ تسلمه الرئاسة، يعني ما هو البرنامج والخطط التي ستطبقونها لتحقيق ذلك خلال 24 ساعة؟ هو الحقيقة بالأمس كان دكتور شفيق في مؤتمر انتخابي بمحافظة الأليوبية مع أهالي مدينة الخانكة والخصوص، وكان عندهم شكوى مستمرة من تعدي البلطجية عليهم، وكان له تصريح لهم لابد أن نبدأ في أول 24 ساعة أن احنا نبدأ نتخلص سريعا من البلطجية. ونقلت بعض المواقع الإلكترونية هذا التصريح أنه بيقول حنخلص عليهم في أول يوم. الحقيقة هو يعني تصريحه كان بمنتهى القوة، بمنتهى الوضوح، لابد أن نبدأ بسرعة في أول 24 ساعة للقضاء على هذه الظاهرة عن طريق التشريعات اللي موجودة والقوانين التي لا تفعل، عن طريق فرض النظام وبقوة. في أسماء كثيرة للمسجلين الخطر يعيشون في الأرض فسادا، إيه المانع أن الناس دي يتم اعتقالها والقبض عليها سريعا، يتم فرض القانون، الناس تشعر بهيبة الدولة بوجود رئيس جديد وقوي عن لديه قدرة تشريعية حقيقية حتى لا تجاب هذه القانون الذي يسن انها بنوع من عدم الدستورية. نعم، ولكن دكتور جمال، يعني لا ضير في أن يكون هناك اختلاف ما بين السلطات الثلاث، ولكن عندما يقوم مجلس الشعب نتيجة لاعتراضه على قرار ما بتعليق جلساته، ثم تقوم لجنة الانتخابات اليوم بإلغاء اجتماع نتيجة اعتراضها على بعض ما شرعه مجلس الشعب، يعني ألا تعتقد بأن العملية السياسية في مصر تشهد تلكؤا متكررا من قبل السلطات الثلاث؟ لا، يعني أنا لا أقول أنه تلكؤا، يعني هناك ترصد وهناك احتقان لكل سلطة. القليلة المقبلة، ما تصورك حول هذا التشكيل دكتور مبارك؟ بالتأكيد أن تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور يأتي كأحد أهم الاستحقاقات التي تمر بها مصر في المرحلة الانتقالية. وبالتالي فإن تشكيل اللجنة التأسيسية عندما قامت مجلس الشعب وفقا للإعلان الدستوري ووفقا للمادة 60 بتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، والذي مع صحافة من قناة الحدث أينما كنتم، السلام عليكم. قراءة جديدة في صحافة اليوم نبدأها بالعناوين، ولكن بعد الفاصل. نطالع في الصحف المصرية وخاصة في صحيفة الأهرام المصرية، وقالت 37 مقعدا للأحزاب والقوى السياسية و53 لقطاعات المجتمع و10 للقانونيين. وصحيفة الجمهورية المصرية بحضور عضو إخواني لأول مرة، الجنزوري يعتمد 50 مليون جنيه لتلبية طلبات نواب مطروح. مكمل مؤكدا أن لا نية له لاتخاذ مثل هذه الخطوة خلال الساعات القادمة كما يزعم البعض، مؤكدا على أن المجلس العسكري لا يستأثر بشيء وليس لديه مصالح شخصية، وأنه لا يأخذ أي قرار دون استشارة المختصين، مشيرا إلى أن الجمعية التأسيسية للدستور سيتم تشكيلها خلال الأيام القليلة القادمة. وأوضح شاهين أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يسعى للانتهاء من الدستور قبل الانتخابات الرئاسية، مؤكدا على أن الانتخابات ستتم في موعدها يومي 23 و24 من مايو أيار، والإعادة في 17 و16 من حزيران يونيو، موضحا أن المجلس العسكري سيسلم السلطة في موعدها كما وعد بذلك أكثر من مرة.